بسم الله أبنائي وبناتي طلاب الصف الأول الإعدادي طلاب الأزهر الشريف، أهلا وسهلا بكم في حل امتحانات كتاب المعاصر مراجعة نهائية. نبدأ يا أولاد الامتحان الأول إن شاء الله. ما ننساش يا أولاد نعمل لايك للفيديو، سبسكرايب للقناة، كلنا نكبر مع بعض على بركة الله. يلا يا أولاد واكتبوا في الكومنتس يا أولاد، في التعليقات، أي حاجة يا أولاد أنتوا عايزينها على بركة الله. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. بارت 3، الناس اللي طلبوا بارت 3 يا أولاد. فور الأزهر ستودنت، ويلكم تو الأزهر ستودنت، مرحبا بطلاب الأزهر. سامبل تيست 1، ريدي يا أولاد؟ ريدي. يونس هاز جوت شورت، يا ترى هنسمع ايه يا جماعة؟ كيرلي هير، شورت شورت، براون كيرلي هير. يونس فيفرت سبجكت از ماث، يلا يا اولاد نعلم على ماث. تعالوا يا اولاد نكتب مع بعض ونتناقش مع بعض في الديالوج، ديالوج الحوار. نركز يا اولاد، كومبليت ذا فولوينج ديالوج. مازن is talking to أحمد about school. هاي أحمد، how are you؟ رد يا ماجد، رد يا أحمد. fine fine thank you fine. أقول له يا أولاد fine thank you fine thank you fine thank you. راح أسأله سؤال يا أولاد، My favorite day of the week is Monday. يوم المفضل في الأسبوع يا أولاد الاثنين. يبقى أنا أقول له يا جماعة what، عندي فعل مساعد what is، وحول my يا أولاد إلى your. What is your favorite، أنا إلها يا أولاد من الكلام وأنا بكتب، خلي بالك يا أولاد بص عليها. Favorite day of the week. What is your favorite day of the week. My favorite day of the week is Monday. عايزين سؤال يا اولاد الرد عليه because، because لان، يبقى لازم يا اولاد احكي ايه؟ why، لماذا؟ why يا اولاد لو عملتوا كده اهو اجابه صحيحه. قلت له why do you like it؟ اجابه صحيحه. why do you like it؟ اجابه صحيحه. why Do you like Monday؟ إجابة صحيحة. Why ونسكت يا أولاد؟ إجابة صحيحة. Because I have art and PE. أوكي يا أولاد؟ يلا بينا. Are sisters or brothers who are the same age؟ نفس السن يا أولاد، مين دول؟ دول يا أولاد twins، توأم، twins. Playing chess، لعب الشطرنج، is one، واحدة of my favorite، favorite يا أولاد hobbies، هو أحد من هواياتي المفضلة. My father and my mother are my، من دول يا أولاد؟ my parents، my parents الوالدين. My brother always، دايما يا أولاد أخويا دايما helps me، helps me ضمير مفعول يا أولاد with my homework. He hurried to the، هو أسرع إلى، to catch his plane، عايز يلحق بالطائرة يا أولاد، plane طائرة. يبقى إحنا فين يا أولاد؟ airport ميناء جوي، airport مطار يا أولاد. Read the following then answer the question. Yes. School. School starts at 7:30 every day. المدرسة تبدأ السابعة ونصف كل يوم. نبيل lives، يعيش، near his school، بالقرب من المدرسة. So he goes to school on foot، يذهب إلى المدرسة يا أولاد on foot. He is kind and friendly. He works hard to pass the exams every year. He likes reading، يحب الريدنج، قراءة. So he goes to the library twice a week، يذهب إلى المكتبة مرتان في الأسبوع. He hopes to be a doctor، يأمل أن يكون طبيب، دكتور. Because he is good at math, science and English.
He likes meeting، بيحب يا أولاد مقابلة clever people، الناس الأذكياء. But he doesn't like meeting bad people، لا يحب مقابلة الناس الأشرار السيئين. He also likes visiting new places، هو أيضا يحب زيارة الأماكن الجديدة. His favorite foods are، أطعمته المفضلة fish, meat and rice. He helps his mother at home. His favorite sport، هيسألنا على his يا أولاد، عمل لها underline، حط تحتها خط. His favorite sport is football. He plays it three times a week. يلا يا أولاد، why، لماذا، why does نبيل go to school on foot؟ لماذا يا أولاد نبيل يذهب إلى المدرسة on foot؟ فين يا جماعة لماذا يذهب؟ أيوة، go to school on foot. يبقى يا جماعة because، هتقول السبب يا أولاد، because نبيل، because يا أولاد نبيل's lives near his school، because لأن نبيل يا أولاد يعيش بالقرب من المدرسة. Do you think، هل تعتقد نبيل will be a doctor؟ Yes. Yes I do. Why؟ لماذا يا أولاد تعتقد أنه هيبقى دكتور؟ Because، أكيد في سبب، because أنا يا أولاد هجيب من قطعة. Because he is good at math, science and English. ايه رايكم يا اولاد؟ شاطر هو في الماس والساينس والانجليش. How often does نبيل go to the school library؟ كم مرة يذهب نبيل إلى مكتبة المدرسة؟ يمكن حكينا يا أولاد، هي يا أولاد من يدور معايا على كلمة library. He goes to the school library twice a week. Twice a week يا أولاد، مرتين في الأسبوع. نبيل لايكس ميتينج، بيحب يقابل مين يا اولاد؟ كليفر بيبول، يحب يقابل مين يا اولاد؟ كليفر بيبول. ذا underlined word هيز ريفيرز تو، الكلمه التي تحتها خط هيز تشير الى مين يا اولاد؟ نبيل، يقصد مين يا اولاد؟ نبيل. تعال يا اولاد نرتب. هاو اوفن، كم مره، نكتب عليها يا اولاد واحد. هاو اوفن، عايزين فعل مساعد do، بعد ذات الاستفهام يا أولاد عايزين فعل مساعد do. you، كم مرة أنت. get up، تستيقظ early. how مرة، كم مرة حضرتك تستيقظ مبكرا. how often do you get up early. نبدأ الجملة الثانية يا أولاد. هي الفاعل هو، هي ماله يا أولاد؟ He always، always يا أولاد تأتي قبل الفعل. He always has يتناول يا أولاد breakfast الفطار at 7 a.m. يلا يا أولاد، منى، مالها منى يا أولاد؟ منى بس، منى and سارة، منى and سارة. بص يا أولاد، هيجيب لنا always، قال لك في الانجليزي always تأتي بعد are، تأتي بعد is و are. جملة جميلة يا أولاد، are always، are always happy. are ايه يا أولاد؟ always happy. منى and سارة are always happy. we، نحن، نحن ايه يا أولاد؟ نحن we never، وإيه يا أولاد؟ never، نحن لا نذهب. we never go to school، go to school on Fridays، نحن لا نذهب إلى المدرسة يا أولاد أيام الجمعة. we never go to school on Fridays. أوكي يا أولاد، يبقى نقول تاني، how often، أداة استفهام بعدها فعل مساعد، do you get up early. he has، لا، he always، always تأتي قبل الفعل. he always has breakfast at 7 a.m. يمكن تسمعوها breakfast يا أولاد أنتو. منى
and Sarah are always happy. Always يا أولاد بتأتي بعد is و are. بعد is و are. We نحن we never go to school on Fridays. We never go to school on Fridays. Writing. Write a paragraph. إيه؟ Of اكتب فقرة of about five sentences من خمس جمل. Excuse me. On how to say how to stay safe online. كيف تبقى آمنا على الإنترنت؟ إيه رأيكم يا أولاد؟ تعالوا المعاصر للأمانة رشح لنا أقوى الموضوعات يا أولاد اللي ممكن تبقى موجودة في الامتحانات. تعالوا يا أولاد أروح أجيب لكم الفقرة دي. تعالوا يا أولاد أروح أجيب لكم الفقرة دي موجودة يا أولاد. يلا بينا أهي. How to stay safe أونلاين. فقرة جميلة جدا يا أولاد، أنا استفدت منها. How to keep safe. Stay يا أولاد زي keep عادي، زي keep أهو يا أولاد. When you are online، عندما تكون على الإنترنت you need to follow، يجب أن تتبع some rules to stay safe. هيا يا أولاد stay أهي جات لنا، لتبقى آمن. Keep أول حاجة keep your password secret. Yes. Don't make friend with people you don't know online. لا تعمل صداقات مع ناس لا تعرفها online. Don't tell people your personal information. Personal information. لا تخبر الناس عن معلومات شخصية. Don't send photos to people you don't know. لا ترسل صور لناس لا تعرفها. If you are worried about something, لو انت قلق about something, tell a parent, احد الوالدين or a teacher. Don't answer a phone call. لا ترد على مكالمة تليفونية or video call. مكالمة فيديو from people you don't know. أنت لا تعرفهم. You must be very careful. يجب أن تكون حذر جدا with using باستخدام modern technology التكنولوجيا الحديثة. ده يا أولاد من أقوى الجمل اللي ممكن نكتبها. وبكده يا أولاد نكون حلينا الامتحان بالكامل. حبايبي الحلوين ما ننساش نعمل لايك للفيديو، سبسكرايب للقناة، اكتبوا يا أولاد في الكومنت، اكتبوا يا أولاد في التعليقات أنتوا عايزين إيه، وأنا عناية ليكم وأنا أنفذ يا أولاد. شكرا وإلى